نعم صفيان، بالنسبة لي الفريق الجزائري فريق اتحاد العاصمة المتواجد حاليا في هذا المقر الذي نتواجد فيه نحن حاليا بفندق الإقامة الذي يتواجد فيه الفريق، فندق أوليف انترناسيونال هنا بمدينة طائف، أين ستجرى مساء اليوم مباراة الاتحاد أمام فريق الأهلي المصري التي ستنطلق بداية من الساعة 9 بتوقيت السعودي والساعة 7 بتوقيت الجزائر. إذن مباراة مرتقبة من كلا الطرفين من قبل النادي الجزائري الذي يطمح إلى التتويج باللقب الإفريقي الثاني له في تاريخ بعد التتويج الأول الذي كان في الفترة الماضية أو في الموسم الماضي بالتتويج بكأس الكاف. ها هو اليوم على موعد مع تتويج آخر ربما، أو على موعد مع صناعة تاريخ آخر اليوم أمام فريق لا يستهان به، فريق هو عملاق في هذه القارة الإفريقية، توج بهذا اللقب بالتحديد لثماني مرات في الماضي وواجه اتحاد العاصمة لمرتين فقط، كانت الغلبة في الأولى للأهلي المصري والتعادل انتهى في المباراة الثانية. إذن اللاعبون حاليا متواجدون في غرفهم يستريحون قبل الاجتماع التقني الذي سيكون بداية من الساعة السادسة أو إلى السابعة غير الربع، إضافة إلى أن الفريق سينطلق بداية من الساعة السابعة من هنا من فندق أوليف انترناسيونال إلى الملعب، أين يبعد الملعب حوالي 30 دقيقة من هذا الفندق الذي يقيم فيه الفريق. إذن للحديث أكثر عن هذا الفريق وعن جاهزية الفريق اليوم للمباراة المرتقبة في كأس الممتازة أمام الأهلي المصري، يلتحق بي كل من رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد العاصمة سيد أحمد عراب وكذلك المناجر العام لفريق اتحاد العاصمة توفيق قريشي. بداية معك سيد الرئيس، كيف هي الحالة أو حالة اللاعبين وكل الفريق وكل الطاقم الإداري وكذلك الفني؟ مساء الخير عليكم. ليكيب راهي مليحة، وصلنا لهنا نهار اثنين، من نهار اثنين راهم يدربوا كل عشية. لاكوي ايتي سوبر من عند لي سعوديان. احنا رانا دونك رانا نوجدوا في الماتش، على كل حال رانا رايحين نلعبوا كونتر لون دي ميور ايكيب دافريك سي سني با لا ميور، دونك احنا اون ا توت ا غاني ان شاء الله توت ا غاني. الى ديناها مليحه، الى ما ديناهاش لا غالب اون اورا جوي كونتر بلو فور كو نو ان شاء الله. صناعة تاريخ آخر ربما، الفريق مع نجمة ثانية ربما سترص على فريق على قميص فريق اتحاد العاصمة. كنا ربما في تنقل إلى جنوب إفريقيا، أين يعني كنا حاضرين في تغطية قناة الحياة لمباراة مارومو غالانس، كنت قد استفردت بتصريح قلت لنا أننا سنتوج بكأس الكاف، ربما لم تجد أو ذلك التصريح لم يجد الدعم من قبل المناصرين وكذلك كل المتتابعين للشأن الرياضي، لكن توج الفريق في الأخير بكأس الكاف. هل اليوم ربما سنشاهد فريق اتحاد العاصمة يتوج بكأس الممتازة أمام فريق هو من أحسن الفرق أو إن لم نقل الأحسن على الإطلاق في القارة الإفريقية؟ إن شاء الله إن شاء الله. إذا شفيت درنا كيف كيف لا كومبان تاع لا كاتا لا كوب لا كاف، رحنا اون جوي ماتش بار ماتش، اون جيري ماتش بار ماتش، الحمد لله ليكيب ا مارشي، وصلنا النهايه وجبنا لا بروميير كوب دافريك بور لو سبور. بالنسبه للمناصرين كنا شاهدنا انه خليه الاعلام والاتصال كانت قد نشرت منذ قليل انه الاداره تكفلت بكافه مصاريف التذاكر وكذلك كل تذاكر المناصرين الحاضرين الذين تنقلوا من الجزائر الى الطائف لمشاهده فريق اتحاد العاصمه في نهائي كاس الممتاز. وجدنا لهم تذاكر وبعد يتصلوا ب سي بدرو ان شاء الله باش يجيب باش يسترجعوا التذاكر وان شاء الله يكونوا معنا ان شاء الله. والله الله يفرحوا مع الفريق ان شاء الله بربي.
ان شاء الله. بربي ان شاء شكرا الله. سيد سيد احمد الاعراب رئيس مجلس اداره اتحاد العاصمه. توفيق قريشي على يميني ايضا المناجير العام لفريق اتحاد العاصمه والذي هو متخصص كذلك في الشان التقني الذي سيتكلم معنا فيه اليوم. اتحاد العاصمه ربما في مهمه صعبه لكن ليست مستحيله لصناعه تاريخ اخر وهو تتويج بالنجمه الثانيه وبتتويج اخر افريقي. والله اولا انا اتكلم لك على المهام تاعي ولكن الامور التقنيه حتى وراني تقني هي من مهام السيد عبد الحق بن شيخه هو المدرب. اما من ناحيه التنظيميه اعتقد انه الفريق راه جاهز الحمد لله. ايضا استرجعنا اللاعبين المصابين استرجعوا كلهم ما عدا اللي بقوا في الجزائر هما اللاعب بوزيان واللاعب بوشينا اللي راهم عندهم اصابه نوعا ما ما سمح لهمش حتى بالمشاركه في ما كان حتى احتمال باش يشاركوا في هذا المنافسة أو المقابلة. أما بالنسبة للمقابلة تاع اليوم أمام فريق طبعا الأهلي هو فريق معروف على المستوى القاري لكن عندما تلعب مقابلة واحدة ما يش دورة وما يش بطولة. عندما تلعب مقابلة واحدة كل شيء يقدر يكون في هذه المقابلة. الفريق الأكثر جاهزية هو اللي راح يسيطر ممكن على مجريات المقابلة وشاهدنا عدة نهائيات أمام فرق قوية جدا وفرق متواضعة والفريق المتواضع هو اللي فاز. ما نقولش انه الاتحاد الجزائري فريق متواضع، فريق قوي ايضا، حامل كأس الكونفدرالية، فريق اللي متعود على النهائيات، عنده تقاليد في النهائيات على المستوى الوطني ولا المستوى القاري. حدودنا قائمة وان شاء الله كل الفريق اللاعبين ولا الإدارة ولا المدربين عازمين على نخليو البصمة تاعنا في هذا النهائي ان شاء الله. وما ننساوش ان رانا نمثلوا الكره الجزائريه ونمثلوا الالوان الوطنيه وبالتالي كل الناس كلها راح تعمل كل مجهودها باش نخرجوا ان شاء الله بضمير مرتاح من هذا النهائي. ان شاء الله هو نهائي مختلف ربما عن ذلك الذي لعبه الفريق في كاس الكاف عندما واجه فريق يونغ افريكانز في الذهاب والاياب. اليوم 90 دقيقه فقط ستفصل الفريق، ربما هي جزئيات صغيره ولا يختلف اي فريق عن الاخر رغم قوه او فريق عن اخر او رغم عراقه فريق عن اخر قريا. طبعا من خلال التدخل تاعك الان شرحت انه لو كانت تكون مقابلة ذهاب وإياب ممكن تكون فيها حسابات كبيرة. أما 90 دقيقة بدون وقت إضافي الفريق اللي يكون أكثر جاهزية ويكون مركز والفريق اللي يرتكب أقل أخطاء هو اللي حظوظ راح تكون كبيرة جدا باش يفوز في هذه المقابلة. احنا عندنا لاعبين ذو إرادة قوية، لاعبين بإمكانيات قوية وراهم البعض منهم يطرق على أبواب الفريق الوطني، بالتالي ما راناش متخوفين من المنافس. منافس 11 لاعب ضد 11 لاعب، عندهم مستوى تقني، عندنا مستوى تقني، عندهم خطة تكتيكية، المدرب تاعنا رايح يعمل خطة تكتيكية بيان سور بأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف ونقاط القوة تاع الفريق المناسب والمنافس وإن شاء الله سنستغل أي فرصة بإذن الله تتاح للفريق. هذه أمور تقنية ما نحبش ندخل في التفاصيل لأن هي من مهام أعتقد أنها من مهام المدرب وماهيش من مهام المانجر العام. شيء أخير فقط عن عندما تحدث عن لاعبي اتحاد العاصمة الدوليين بنبوت كان التحق مؤخرا بتربص الفريق التحضيري لنهائي كأس الممتازة، هل اللاعب أو الحارس جاهز لهذا النهائي بشكل كامل؟ أنت عندما يجيك لاعب من الجزائر بعد سفرية إلى السنغال ويجي في 36 ساعة قبل المقابلة بطبيعة الحال راح يتأثر من السفرية هذه. طلبنا من الاتحادية والنخب الوطني أنه يصبح اللاعب بنبوط باش يلتحق ويكون عنده قسط كبير من الراحة والتدريب مع الفريق لأن المقابلة كانت مقابلة ودية في السنغال. احترم قرار الناخب الوطني اللي اخذ قرار بعدم السماح لهذا اللاعب باش يلتحق معنا في الوقت المناسب وهو عنده المبررات تاعو. لكن ان شاء الله بن بوط راهو عازم اذا كان هو اللي راح يكون في المرمى لان هذه اختيارات المدرب والكل لازم يحترمها وضروري ان كل لاعبين يختاروا خيارات المدرب. وان شاء الله اذا كان بن بوط ان شاء الله يكون في راحه تامه اللي تسمح له باش يلعب 90 دقيقه يعني بكل قواه البدنية.
إن شاء الله، وهذا ما نتمناه، ونتمنى تتويج فريق اتحاد العاصمة اليوم بالكأس الممتازة وتتويج بالكأس الثانية التاريخية الإفريقية لهذا الفريق وتمثيل الراية الوطنية أحسن تمثيل. إذن صفيان، أذكر فقط ببرنامج الفريق قبل الانطلاق إلى الملعب. اللاعبون متواجدون في فترة راحة حاليا، سيقومون بالاجتماع التقني بداية من الساعة 6:15، وبعدها بنصف ساعة سيكون هناك موعد للالتقاء هنا قبل الانطلاق إلى الملعب، ملعب الملك فهد هنا بمدينة الطائف على الساعة 7. إذن هذه هي كل التفاصيل، سنوافيكم بتفاصيل أخرى إن شاء الله في قادم المواعيد الإخبارية. نعم رؤوف، ابقى معي لو سمحت. ألقيت نظرة منذ قليل حول تصريحات الحارس الشناوي واللاعب كهربا من جانب نادي الأهلي المصري، وهم قالوا بأنهم يصفون فريق اتحاد العاصمة بالفريق الكبير وبالمباراة الصعبة. هذا يدل بأنهم يحترمون المنافس الذي هو اتحاد العاصمة. نعم، وهذا من واجبهم صفيان، خصوصا وكما تكلمنا منذ قليل المباراة ستلعب في 90 دقيقة فقط، لن تلعب ذهبا وإيابا، ستلعب على جزئيات صغيرة، لهذا على كل فريق احترام الآخر وعدم الاستهزاء بمستوى الفريق المنافس. لهذا نحن نقول أن اتحاد العاصمة لديه كل الحظوظ للتتويج بهذا اللقب وهذا الموعد القاري وتمثيل الراية الوطنية كما يجب اليوم، خصوصا وأن اتحاد العاصمة كان قد شرف الألوان الوطنية سابقا عند تتويجه بكأس الكاف. نتمنى اليوم أن يرفرف العلم الجزائري هنا بالمملكة العربية السعودية عند تتويج فريق اتحاد العاصمة بالكأس الممتازة والعودة بها إلى الجزائر. صحيح رؤوف، الأهلي المصري لديه في جعبته 11 لقب من رابطة أبطال إفريقيا وثمان كؤوس السوبر، لكن أظن أنه بخصوص رهان المباراة اتحاد العاصمة سيسعى للثأر، ثأر يعود ل 18 سنة إلى الوراء. الكل يتذكر فوز الأهلي المصري بملعب بلوغين بهدف للصفر من تسجيل بركات، ومباراة العودة كانت جرت بالقاهرة وانتهت بتعادل هدفين لهدفين. كان اتحاد العاصمة أقصي على يد الأهلي المصري، وبالتالي أبناء سوسترا يطمحون لأخذ ثأرهم في مباراة اليوم في نهائي كأس السوبر، ليس كذلك يا رؤوف؟ صحيح صفيان، أذكرك فقط أن الفريق صحيح أنه في مباراة على موعد مع مباراة ثأرية أمام فريق اتحاد العاصمة، لكن أيضا يتخوف أيضا من تكرار سيناريو سنة 2015، أين واجه في نفس النهائي في نهائي الكأس الممتازة فريق وفاق سطيف، وفاز عليه وفاق سطيف بركلة ترجيح عند انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. إذن هي مباراة كما قلت مفتوحة، وفاق سطيف كان فاز عليه رغم علاقة هذا الفريق ورغم كبر هذا الفريق قاريا وتتويجه بالعديد من الألقاب الإفريقية، كما قلت 11 تتويجا إفريقيا ليس بالشيء القليل، وكذلك 8 ألقاب من كأس السوبر ليس بشيء القليل أمام فريق لم يتوج إلى غاية اليوم بهذا اللقب. سيحاول اليوم صنع المفاجأة كما فعل وفاق سطيف سنة 2015 والعودة بهذا الفوز واللقب إلى الجزائر إن شاء الله.